كفايه برتغاليه ان شاء الله. بتكسروا كفتين النادي يا بشوات. ما هم اللي ضربوا الاول. والله العظيم هم اللي ضربوا. مش عاوز اسمع ولا كلمه. كارني هاتكم. كارني هاتكم. دول اتعلق ورقه منعهم من دخول النادي. وتيجي نمر التليفونات اهاليهم. وتصل بهم فورا يجوا يدفعوا تكاليف الحاجه اللي اتكسرت دي. لا اهاليهم ايه؟ حضرتك انا ممكن ادفع تكاليف كل الحاجات اللي اتكسرت بس محدش يكلم بابا. ايه ده يا مان؟ ايه؟ وان شاء الله بقى جبت فلوس دي منين؟ ما انا كسيب. ايه؟ كسيب. كسيب. انا اللي ماسك كانتين المدرسه. لو سمحت المريض اللي كان في غرفه 102 انتوا نقلتوه في اوضه ثانيه؟ الحاله 102 توفر فجاه. ايه؟ قال لي لا حول ولا قوه الا بالله. باشا كويس اني قابلتك عشان موضوع مصاريف المستشفى ده. وانت شايف ان ده وقت مناسب ان احنا نتكلم في الموضوع ده؟ بص يا باشا انت راجل ابن بلد وشكلك بتفهم في الاصول. الراجل اللي انت جاي تقابله فلسفه اتكل وقابل وجه كريم وبنته كاميليا محسوبك صبري عرفت حته. وقريتها مع مين بقى يا صبري؟ مع الله يرحمه، اخر حاجه يعملها قبل ما يموت انه يقرا الفاتحه معايا. ربنا يجعلها في ميزان حسناته وقادر اكمل. انت كداب يالا. ربنا يسامحك يا باشا. صدق عيب. الراجل مات، كنت جبته لك يحلف لك ان هو اللي قرا الفاتحه معايا. سعيكم مشكور يا باشا. اللي بتقوله مش جميله ده حقيقه يا ولد؟ في ايه يا ماما؟ ايه الدخله دي؟ مالها مش جميله؟ بتقول ايه؟ اللي عملته مع بنتها ياسمين. دي بنت مايسه وعماله ترمي بلاها عليا. ما دام انت راجل قوي كده بقى شوف هتعمل ايه مع ميس جميله، لانها حالفه لو شافتك في المدرسه هتسلمك للبوليس. بوليس؟ انا مش هخاف ولا هي ولا 10 زيها كمان. هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ هعمل هقدم شهاده مرضي وهقعد في البيت لحد الامتحانات. اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا عم؟ حصل خير. الأستاذ كان بيتخانق في النادي. الله، أنت كل مرة تعمل مصيبة تكلم جدك؟ علشان لما بصدره في حاجة ما بيصغرنيش، لكن أنتوا لو صدرتكوا في أي حاجة هتعاملوني على إني عيل صغير. طب اتفضل بقى يا راجل يا كبير على أوضتك قبل ما أبوك يرجع ويشوفك كده. معلش يا عمي نصيبك بقى تبقى ولي أمر كريم، اتفضل. استني. المدير كان عايز يبلغ البوليس لما لقى ال 10,000 جنيه دول في جيبه. يا نهار أسود ومنيل. أنا ما يهمنيش ال 10,000 جنيه دول جم في جيبه ازاي ولا عايز أعرف، المهم احتفاظه بمبلغ زي ده في جيبه هيعرضه لمشاكل كتير، لازم تقعدي وتتكلمي معايا يا جميلة. يلا. إيه؟ هتقولي لي انت كمان جبت الفلوس منين؟ اظن احنا دفنينه سوا. ممكن افهم شايل المبلغ زي ده في جيبك ليه؟ هو في قانون يمنع ان الواحد يبقى ماشي وهو شايل فلوسه؟ مش هديك الفلوس غير لما تقولي شايلهم معاك ليه. في ايه يا ماما؟ هو تحقيق. لا لو عايز تحقيق بقى انا اجيب لك ابوك وكيل النيابه هو اللي يحقق. طب خدي خدي. طب هكلمك. طب هقول لك كان في واحد صاحبي ابوه تعبان اديت له الفلوس دي عشان اساعده، يعني انت عارفه. لا والله. طب انا هقول لك. طيب الحقيقه هقول لك في واحد صاحبي كان عايزني اخش معاه شركه في محل بلاي ستيشن. طب احلف ان هو ده الموضوع. لا ما دام هحلف يبقى انا كنت بتمنظر بالفلوس على اصحابي. ماشي وانا مش هديك الفلوس دي عشان انا مش هسمح لك تاذي نفسك بسبب فلوس جايه عن طريق. انا مش عارفه الاقيها منك ولا من اختك ولا انا تعبت بقى.